والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فمع شرح كتاب الفصول من مؤلفه مين؟ رحمة الله عليه. هذا الكتاب، موضوع الكتاب بيتكلم عن مين؟ عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى ماذا في السيرة؟ إلى بيعة العقبة الإيه؟ الثانية. قلنا أن بيعة العقبة الثانية تمت عند مين؟ العقبة. عند مين؟ العقبة. عند العقبة. كم عدد من ترك المدينة وسافر من المدينة إلى مكة في موسم الحج؟ 73 واحد. شيء 73 وامرأتان، 73 رجلا وامرأتان. وقلنا أنه الذين سافروا كان منهم مشركين ومسلمين، كان منهم مشركين وإيه؟ مسلمين. ومسلمين، مش كلهم مسلمين، مش كلهم إيه؟ مسلمين. مسلمين. وقلنا أن القائد بتاعهم كان اسمه مين؟ 73 اسمه مين؟ البراء بن معرور. البراء بن مين؟ معرور. البراء بن معرور. البراء بن إيه؟ معروف. وكان معهم امرأتان منهما نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو. حد يعرف شيء عن أسماء نسيبة بنت كعب؟ أيوه، أنا دافعت عن الرسول يوم إيه؟ أحد. يوم أحد، في غزوة أحد. قال عليه الصلاة والسلام: ما التفت يمينا ولا يسارا إلا ووجدت نسيبة بنت كعب تدافع دوني. نسيبة بنت ايه؟ دي اسم جميل يا اولاد، اللي عنده بنت يسميها نسيبة، يسميها ايه؟ والبعض يقول نسيبة، والبعض يقول ايه؟ نسيبة بنت ايه؟ كعب. وايضا اسماء بنت عمرو. حد يعرف شيء عن اسماء بنت عمرو؟ هي ام مين؟ ابن زيد. حبيب ابن ايه؟ زيد. مين هو حبيب ابن زيد؟ زيد دوت. هذا الذي قتله مين؟ هذا الذي قتله سيلمة الكذاب. قتله ازاي بقى؟ سعد لما راح له، فراح قال له تشهد ان لا اله الا الله. مسيلمة الكذاب يقول له: هل تشهد ان لا اله الا الله؟ قال: نعم. هل تشهد ان محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: هل تشهد اني رسول الله؟ فقال: لا اسمع. فعمل نفسه ان هو ايه؟ اصم، لا يسمع. فقتله مسيلمة الايه؟ الكذاب. هذا حبيب ابن عدي ابن زيد ابن مين؟ اسماء بنت مين؟ اسماء بنت مين؟ ابن عمرو، اللي بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. هذه البيعة تسمى بيعة الحرب، بيعة الايه؟ لانهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، وعلى السمع والطاعة، وعلى التوحيد، وعلى ان يوحدوا الله عز وجل، وعلى ترك المنكرات، وترك الفواحش، وترك الزنا، وترك السرقة. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من 73 وامرأتين كم واحد؟ 12 ايه؟ رجلا، منهم أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك، والبراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وهذا أبو جابر اللي هو أبو جابر رضي الله عنه وأرضاه، وكان والد جابر رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد أسلم في تلك الليلة. وسعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو، وعبادة بن الصامت. فهؤلاء 9 من الخزرج، و3 من مين؟ من الأوس، اللي هم أسيد بن حضير، وسعد بن خيثمة، ورفاعة بن عبد المنذر، وقيل أبو الهيثم ابن التيهان. ابن الايه؟ ابن التهام. فلما تمت هذه البيعة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنوا اللي هم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يفعلوا شيئا. إيه هو؟ يسحبوا بالليل، تعال نذبحهم كلهم، نذبحهم، نقتلوا مين؟ نقتلوا مشركي مين؟ قريش. يبقى استأذنوا من الرسول أن يقتلوا مشركي إيه؟ قريش، وهم إيه؟ نيام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم. لماذا لم يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عشان لكي لا يظهر الناس أن دين الإسلام دين إجبار، وإذا
قبل بأن يقتلوا المشركين كان ليظهر أن محمد صلى الله عليه وسلم من لا يتبع دينه يقتل، ولكن هذا غير صحيح. غير صحيح، إنما دين الإسلام لم ينتشر بالسيف، إنما انتصر على السيف. انتصر على مين؟ السيف. إنما كان الناس يدخلون دين الله عز وجل بمجرد أنهم يروا يعني جمال الإسلام ونور الإسلام وعظم الإسلام. دين كله جمال، لا يفرق بين الكبير والصغير، دين لا يفرق بين الأعجمي والعربي، دين لا يفرق بين الوزير والغفير، لا يفرق بين الغني والفقير، لا يفرق بين الناس. إنما هذا الإسلام، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم في أن يقتلوا الكفار قريش غيلة وخديعة، بل أذن للمسلمين بعدها بالهجرة من مكة إلى المدينة. فأول من بادر بالهجرة واحد اسمه إيه؟ أبو سلمة. هاجر أول واحد هاجر من مكة إلى المدينة، هو مين؟ أبو سلمة. حد يذكر لنا ويحكي لنا قصة أبو سلمة وأم سلمة؟ أم سلمة يا أولاد بعد كده أصبحت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، صارت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر لنا يا براء قصة أبو سلمة. لما هاجر أبو سلمة وأراد أن يهاجر، ما الذي صنع؟ كان من بني عبد الأسد، وزوجته من بني المغيرة. هو كان عايز ياخد زوجته ان هم يهاجروا مع الرسول للمدينة، بس اهل الزوجة مرضيوش. بني المغيرة اللي هم اهل الزوجة لم ايه؟ لم يرضوا بذلك، وانما اخذوا الزوجة وولديها. اخذوا الزوجة وايه؟ وولديها. فبعد كده راح هاجر. فلما هاجر الزوج وترك زوجته عند اهلها، راح اهل عبد الاسد راح قال ان هو ياخد الولد من الزوج. بعد كده راح قاعد يشد شد، اخذوا يتنازعون على من ياخذ الولد، فدي يشد ودي يشد. بني عبد الاسد اللي هم اهل الزوج اللي هو اهل ابو سلمة بيشدوا الولد، وبنو عبد المغيرة وبنو المغيرة عبد المغيرة بيشدوا المغيرة بنو المغيرة بيشدوا مين؟ بيجذبوا يد الولد. فخلعوا يد الولد، خلعوه من كتفه. فأخذه مين؟ بنو عبد الأسد. فصارت الأم لا زوج ولا ولد، صارت عاما واحدا، مكست عاما واحدا وهي تبكي. تخرج من الصباح إلى المساء تنتظر ولدها وتنتظر زوجها، ولكنها تبكي بكاء مريرا. حتى توسط أحد الناس عند مين؟ عند بني عبد الأسد، فتركوا الولد لها، وعند بني المغيرة فتوسط عندهم لكي يتركوها لتهاجر لزوجها. لتهاجر لمين؟ لزوجها. ثم حصلت قصة عجيبة، قصة تكتب بماء الذهب، قصة في العفة، قصة ما أحوجنا إليها في هذا الزمان، قصة عثمان بن طلحة مع هذه المرأة في طريقها. قل. لما لا هي مش هي ونافع فالله أناخ لها الإيه؟ أناخ لها البعير وخلاها تركب عليه، كل ما يجي بالليل ينزلها من ينزل البعير وينزلها من عليه، والصبح برضو تركب عليه وتروح برضو تكمل الطريق لغاية لحد لما وصل، ما سافرش إلا عند بيت جوزها. ولم يكلمها ولم يتحدث معها، لم يفتح معها حوارا كما يفعل كثير من الناس، مع أنه كان من المشركين، ومع أنه كان من المشركين إلا أنه رأف بهذا المرأة، بهذه المرأة، وعطف عليها وأراد أن يوصلها إلى زوجها. وربما أخذ حوالي 15 يوم. في 15 يوما هذه لم يكلمها ولم يتكلم معها إلا بقدر الحاجة فقط. بقدر الايه؟ الحاجة فقط. حتى أنه قال لها لن أتركك تذهبين وحدك، فأخذها بالبعير ومضى يقوده. تقول والله ما رأيت مثله صاحب، ما رأيت مثله ايه؟ صاحب. والوقت من مكة إلى المدينة حوالي 15 ليلة
ومع ذلك لم يتعرض لها ولم يعتدي عليها ولم يفتح عليها حوارا، فكان خير صاحب لها وخير حافظ لها، حتى أنها قالت والله ما رأيت مثله صاحب. فانظر ما جعل الله فيه من الرحمة وما جعل الله فيه من العفة مع كونه مشركا بالله عز وجل، مع كونه مشركا بالله عز وجل. فالمسلم أولى أن يكون عفيفا وأن يكون متنزها وبعيدا عن هذه المحرمات. ثم إن الله عز وجل أكرم عثمان ابن أبي طلحة فيما بعد، فأسلم وكان إسلامه في صلح الحديبية، وهو من ممن معه مين؟ مفتاح الكعبة إلى يومنا هذا، فهي في نسله إلى يومنا هذا. ثم بعد ذلك خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، فهاجروا من مكة إلى المدينة. ثم في الحلقة القادمة نتكلم بفضل الله وحوله عن هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.